حياكم الله هنا ما كنتم وأهلا بكم في مشوار برنامجكم اليومي متداول. تابعنا أهم وآخر الفيديوهات الرائجة والمتداولة على منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت على إنستغرام أو فيسبوك أو تيك توك أو حتى يوتيوب، رصدناها وسنتعرف على تفاصيلها لاحقا، ولكن قبل ذلك نبدأ بعناوينها. تظاهرات أمام مجلس محافظة البصرة للمطالبة بالتعيين. لديها آيفون في السجن، تعرض أم اللول للضرب والعدل توضح. جينا يا نصر من دجلة والفرات، سعدون جابر يغني للنصر السعودي. حراك بالأيدي بين خريجين وقوات أمنية أمام مجلس محافظة البصرة، ومن جانب آخر تظاهرات للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، وما بين المتظاهرين أو التظاهرتين حصل اشتباك واعتداء معتاد وليس بغريب على الجميع، ما أدى إلى إرباك الوضع وتشتيت التظاهرة التي نادى أصحابها بالسلمية من أمام مجلس محافظة البصرة. ظهر في مقاطع الفيديو اعتداء واضح من قبل أحد المنتسبين بتوجيه لكمة مباشرة لأحد الشبان المتظاهرين أسقطته أرضا، في حين تدخلت مكافحة الشغب لحماية المنتسب الذي واجه اللكمة وملاحقة المتظاهرين بالعصي. الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني على عدم القدرة على استيعاب طلبات التعيين الحكومي الجديدة في ظل تخمة الوظيفية والترهل الوظيفي الذي تعاني منه جميع القطاعات الحكومية، يرافق ذلك تزايد في أعداد المتخرجين سنويا بعشرات الآلاف، جميعهم يطالبون بالتعيين الحكومي الدائمي. وما يقلق الشارع العراقي أكثر انخفاض أسعار النفط، وهذا ينذر بأزمة اقتصادية قادمة متوقعة خلال الفترة المقبلة إذا طبعا استمرت الأسعار بالهبوط، في حين كانت التعليقات كثيرة حول ما حصل لهؤلاء الشبان المتظاهرين. اخترنا لكم منها هذه النماذج من تلك التعليقات التي كتبت على إنستغرام وفيسبوك. نبدأ من تعليق من هدير عبد. ماذا قالت هدير؟ تقول: أبو الشغب، هؤلاء الخريجين المتظاهرين أخوانك، باشر أختك، أخوك، ابنك، بنتك، تظاهرون على مود التعيين، همين تتصرف هيك وياهم، لا تنجر وراء أصحاب الكراسي لأنهم لم يبقون دائما. مع الأسف أن يكون هذا الحال حال الخريجين في بلد مثل العراق. تعليق من أحمد طالب يقول: محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي وأعضاء مجلس المحافظة واللجنة المعنية بالتعيينات بحسم قضية الخريجين المتظاهرين المطالبين بملحق الاستثناء على ضوء موافقة رئيس الوزراء وتجنيب تظاهرات قد لا يحمد عقباها. أيضا هناك تعليق من أحمد الدليمي: خلي شوف السوداني لو يريد صحيح البلد يصير براسه خير، كان ما خلى المواطن على أبسط الحقوق ما موفر الهياء. حيدر يقول: أسفي على منتسب لا يملك شهادة المتوسطة يعتدي على خريج جامعة ويضرب الخريجين بخمص البندقية، مشهد من مسلسل غزة وإسرائيل. تعليق من عمار السعدي: إذا لم يكن القرار بيد المسؤول
فبيد من القرار؟ أنتم أصحاب القرارات، بيدكم كل شيء. أنصفوا أبناء البصرة، أنصفوا من يطالبون بحقوقهم، أنصفوا من يعانون ويتظاهرون على مدار أكثر من 3 سنوات. إلى متى هذا التأخير؟ رأفت الحج يقول: عمي شبيك، ترى أنت شرطي، حقوق حالك من حال البشر، ما محصل لا قطعة أرض، لا راتب تقاعدي بخير، لا سلفة حكومية بها خير، قبر لك وشيباتك. ختمها. هدير خالد، أم اللول، تتعرض إلى الضرب المبرح واعتداء مدمن قد يتسبب بمفارقتها الحياة على يد مجهولين بداخل السجن. هذا ما كشفه المحامي طارق الشرع وكيل المتهمة أمام أنظار الرأي العام، وطالب وزير العدل الدكتور خالد شواني طالبه بالكشف عن مصير موكلته. وبعد اللغط وكثرة الاتهامات حول الاعتداء على أم اللول، دائرة الإصلاح سارعت بالرد وكشفت بعض التفاصيل قائلة: واردت معلومات للدائرة تفيد بإدخال هاتف نوع آيفون إلى النزيلة، هذا يعتبر مخالفة قانونية وخرق أمني، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيقية في الموضوع واستطاعت ضبط الهاتف. امتنعت النزيلة عن تسليم الجهاز الآيفون، قامت بإحداث فوضى وصراخ على اللجنة المختصة، ثم كسرت هاتفها المحمول وجرح يدها بشكل خفيف لغرض إحداث الفوضى. وهذا كل ما في الأمر، مؤكدة أن دائرة الإصلاح تعمل على فتح تحقيق عاجل بالموضوع لكشف المتورطين في عملية إدخال الهاتف للنزيلة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ونوهت إلى أن أم اللول تتمتع بصحة جيدة ولا يوجد أي خطر أو تعد على حياتها كما أشيع. تواصلنا مع محامي أم اللول بشكل خاص، سألناه عن ملابساته وحقيقة ما حصل، وهكذا أجابنا. بالتأكيد أنا تحركت من جانبي باتصالات جانبية حتى أتأكد من ما يجري اتجاه حياة موكلتنا، أنه هي في خطر أو لا، لا سيما أنه وصل أنه القضية فيها إسالة دماء. اتصلت حقيقة بعد ذلك، اتضح أنه فعلا هناك حادثة ولكن فيها ملابسات لا نعرف ما هي. قامت المديرية بنفس اليوم بإصدار قرار، عفوا إصدار بيان وضحت فيه أن هناك موبايل تمتلك موكلتنا داخل السجن، وقاموا بالتفتيش وقامت هي بالصراخ وما أعرف إيش من هذا القبيل، للبيان اللي سمعته حضراتكم جميعا. ولكن ملاحظة نحن حقيقة سجلها على هذا البيان، أنه طبعا شكرا لوزارة العدل لأنه استجابت وأجابت فورا، ولكن عندنا عدة ملاحظات سجلها كرجال قانون. ابتداء أنه كان اليوم عطلة، الأمس كان عطلة رسميا، فبالنتيجة لا نعرف أنه لماذا شكلت هذه اللجنة ليلا بالذات، الساعة 9 ليلا حصل الحادث، فما ندري أنه هل هناك دواما مسائيا، هذا أولا. ثانيا أنه ما شاء الله أنه صدر البيان ردا على ما قدمناه أيضا ليلا من مديرية العلاقات، وما نعرف هل هناك أيضا كانوا الأخوة يعني داخل دوامهم، هل هناك دوام ليلي في داخل المؤسسة، هذا سؤال مهم أيضا لازم نطرح. ثانيا ثالثا يلاحظ أنه بصراحة بكل صراحة أنه قضية الموبايل وغير الموبايل ما تستوجب هذه الضجة الكبرى، كان بسهولة جدا أنه هي دائرة ومؤسسة صلاحية ويجري بها التفتيش دون صراخ وصياح ودماء من القبيل. كل ما حصل أنه بعد التحري واليوم يعني حقيقة تبين لي أنه الحادثة الحقيقية كما هي، ما أنقلها إلى حضراتكم، أنه فعلا جاءوا شخصيات لجنة مشكلة، وهذه اللجنة دخلت إلى السجن وأخرجت كل النزيلات ومن ضمنهم موكلتي، وقامت بالتفتيش لساعات طويلة، عثروا على موبايلات 2، واحد لم يصادروه والآخر أيضا لفتاة، لم يعثروا لموكلتي أي هاتف في حوزتها إطلاقا، وجرع معها التحقيق بشكل عنيف أنه وأيضا مع النزيلات بشكل عنيف بأنه اعترفوا لازم ظهروا الموبايل، إحنا جايين قصدين مدعوة ملون، فورا طلع الموبايل، أعطوا إغراءات معينة لبعض الفتيات، هذا ما نقل على لسان موكلتي طبعا مباشرة والعهد على القائل، وبالنتيجة لم يعثروا على أي جهاز إلا سوى هذه الجهازين،
واحد عادوه والآخر كان بيد الفتاة، لا أحب أن أذكر اسمه الوقت الحالي، يعني ضربته في الجدار فتمزق الهاتف اللي قدمته، وهذا الهاتف لا يعود لموكلتي إطلاقا. عليه وأنا طالب يعني أولا أنه الرجوع للكاميرات لمعرفة ما حصل بالتأكيد حتى تكون هناك شفافية وواضحة أمام العراقيين وأمام الرأي العام وأمام مكتبنا أيضا، كون حق الدفاع مقدس، وأيضا إرسال موكلتي للطبابة العدلية لمعرفة أنه كانت أن تندحر، لأنه حقيقة اتضح أنه ما يعني الجماعة ما قايمين هذا الضرب ولا عن القبيل، بل هي التي رادت تنتحر بإبرة، إبرة كسرتها ورادت تضرب وريتها، ولكن النزيلات السجينات هي تلاحقوا لموكلتي وأسعفوها، وفعلا هناك آثار دماء بيدها وبكفها إلى آخره، فتمنى إحالة اللجان الطبية لمعرفة هذه الآثار وتسجيلها. وأيضا نطالب يعني، وهذا مطلب مهم جدا، أنه عرض هذا الهاتف اللي عرضوه الأخوة وزارة العدل، رسالة أيضا للأدلة الجنائية لمعرفة هل هذا الهاتف يعود لموكلتي أو لا يعود لموكلتي. كل الشكر والتقدير إلى قناتكم الكريمة. في مقابل ذلك، أثار ناشط مواقع التواصل الاجتماعي شكوك وعلامات الاستفهام حول بيان دائرة الإصلاح بردود أفعال كثيرة ومتباينة. اخترنا لكم من هذه الآراء والتعليقات التي كتبت على منصات التواصل، نبدأ مما قاله عبد الرحمن. يقول عبد الرحمن في تعليقه: كل شيء بسعر السجون، متروسة تليفونات حراس السجون، صاروا مليارديرية من وراء التليفونات، ليش بس هي؟ مع الأسف تم ظلم أم اللول، نطالب وزير العدل بالتدخل العاجل وحمايتها. هناك أيضا مداخلة وتعليق آخر من منير الحقوقي: هاي الأسطوانة التعبانة والمستهلكة، مال المتهم قام بإيذاء نفسه، مو كافي عاد سوالف جهاز الأمن الخاص أيام النظام القديم، يمتى تبطلون الإجرام بحق النزلاء؟ تعليق من مصطفى ماذا قال؟ رد: دائرة الإصلاح يفتح الشكوك أكثر على مود ما ينفي وجود جروح، وإنما يلوم البنية ويقول هي اللي جرحت نفسها، بنت مسالمة ليش تأذوها مجرد راقصة ووقعتوها، حرام عليكم يا رب يفرج عنها. ماذا قالت زينب؟ تقول: ماكو تعذيب للسجناء خطية، لعد شلون يوقعون اعترافات على أشياء هم ما مسويها أو ما مسوينها من وراء التعذيب؟ أكو نزيل اعترف أنه قاتل زوجته وطلعت عايشة ما مقتولة، الله يسعدش أم اللول. تعليق من وسام الوائلي: وصول الهاتف إلى النزيلة هو أكبر دليل على وجود خرق وانفلات أمني وفشل وانعدام الإدارة الصحيحة للقسم الإصلاحي. تعليق من فاطمة: يا حقوق الإنسان، أقسى أنواع الظلم والعذاب والبشاعة هي داخل السجون العراقية، حسبي الله ونعم الوكيل، بكل شخص مسؤول ومو قد المسؤولية. بعد مرور 40 عاما، الفنان العراقي الكبير سعدون جابر يلتقي مجددا بالنادي السعودي نادي النصر ويحتفي بقدومهم إلى بغداد بجانب دجلة والفرات. الفرحة ومشاعر الحب والامتنان غمرت الفنان وهو يلتقي بوفد نادي النصر واللاعبين ببغداد بعد آخر لقاء جمعه بهم، والذي كان قبل أكثر من 40 عاما في المملكة العربية السعودية. غنى لهم بصوته أغنية إجينا يا نصر من دجلة والفرات على جناح التهاني والتحيات، لكن هذه المرة غنى لهم في وسط بغداد بمقر إقامتهم، وهكذا كان اللقاء. من أجمل اللحظات التي أعيشها كفنان وأنا أحتفل بقدوم نادي النصر إلى العراق، وقبل 40 عام عندما غنيت جينا يا نصر من دجلة وفرات. الآن دجلة والفرات تبعد عن النصر في بغداد حوالي 50 متر أو 70 متر بالضبط، تبعد دجلة عن النصر الذي غنيته قبل 40 عام. أشكر الله على هذه اللحظة التي خلاني أعيش طوال هذه السنين وأغني النصر في بغداد اليوم. هنيئا للشعب السعودي بهذا اللقاء، هنيئا للعراق بهذا اللقاء.
فالذي نشكره عليه إنه ليس الفوز والخسارة، وإنما التجمع هذا العربي الذي جمعنا بعد 40 عام أن نلتقي في بغداد وقرب دجلة والفرات. تهاني سعدون جابر وتهاني علي الملحن اللي يرافقني اليوم في هذا المكان، وأشكر أخي سعد. أتمنى أن تكون معي اليوم، وأتمنى أن يكون وقت عند الفريق السعودي حتى أحتفل به غدا، لكن أخبروني أنه غدا يسافرون. أتمنى أن تذهبوا فرحين، وسألتقيكم في الرياض في الأسبوع القادم إن شاء الله، وأغني لكم إجينا يا نصر من دجلة وفرات، وبعدها سأغني لكم هلا بيك هلا وبجيتك هلا، هلا بيكم في العراق إخواني السعوديين أعضاء نادي النصر أبناء الشعب السعودي الكريم. أتمنى أن نلتقي بكم دائما بعيدا عن الفوز والخسارة، نلتقي بكم كإخوان في المملكة العربية السعودية أو في العراق أو في أي بقعة من وطننا العربي. ونقول لكم الآن إجينا يا نصر من دجلة وفرات على جناح التهاني والتحيات، إجينا يا نصر من دجلة وفرات على جناح التهاني والتحيات، تستاهل يا الأصفر ورد ألوان، تستاهل يا الأصفر ورد ألوان، درع والدور جامعها يا فنان، تستاهل يا الأصفر ورد ألوان، درع والكاس جامعها يا فنان، يبا الجمهور يشهد لك بطولات. إجينا 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 يا نصر من دجلة وفرات، إجينا يا نصر من دجلة وفرات. شرفت العراق، ونشكر الله على هذا التجمع العربي، وهلا بكم هلا. الفنان الرائد سعدون جابر وصف لقائه بالنادي السعودي من أجمل اللحظات التي عاشها كفنان وهو يغني للنصر ببغداد في أثناء استعدادهم لمواجهة نادي الشرطة هذا المساء في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا. في هذه المقابلة بعثة النادي كرمت الفنان الكبير سعدون جابر وقدموا له هدية، وهي عبارة عن قميص ووشاح فريق نادي النصر تثمينا لمبادرته الجميلة وموقفه. أما ردود الأفعال والتعليقات التي جاءت حول قصة زيارة الفنان الكبير سعدون جابر إلى مقر إقامة نادي النصر السعودي ببغداد كانت كالتالي. نبدأ من تعليق طارق الدليمي، يقول طارق في تعليقه: هلا ومية هلا بيكم، بأن أهلكم وناسكم كل الهلا ومرحبا بيكم، نورت العراق وبغداد وهذا بلدكم الثاني. هناك أيضا تعليق من طارق الدليمي أو من زهراء عفوا الموسوي: الله، هذه الأغنية من كلمات المرحوم كريم العراقي وغناها سعدون جابر في خليج 1979 والتي استضافتها بغداد آنذاك، كتبت للاعبنا الفذ فلاح حسن هلا يا أبو رجل الذهب. أيضا هناك تعليق من عبد الرحمن المشجري: هلا بيك هلا سعدون جابر من الرياض للفرات، نهديك أغلى التحيات. تعليق من محمد: موسيقار الأغنية العراقية سعدون جابر ونادي النصر العظيم، كل الهلا بيكم في أرض الرافدين، أرض الحضارة والثقافة، أرض العلم والعلماء، عين غطى وعين فراش، وإن شاء الله الفوز شرطاوي. هناك أيضا مداخلة وتعليق آخر من غسق الساعدي: الفنان سعدون جابر الصوت المسنود بأهات الغيم وهي ترتل مطرا، كفو منك ومن مواقفك الجميلة، ونادي النصر السعودي كل الهلا بيكم وأهلا وسهلا بجياتكم، بس نادي الشرطة فوق الجميع. تعليق من زياد الحمداني يقول: حياكم الله في أرض الحضارات، ونتمنى أن توصلون رسالة للدون، العراق أكبر وأقدم وأعرق من بلده ومن أوروبا، كنا نريد أن نضع لتاريخ الرياضي شرفا بقدومه للعراق، هلا بكم والفوز شرطاوي. إذن بعد قصة زيارة الفنان الكبير سعدون جابر نذهب إلى مجموعة من الأحداث والقصص المتداولة أيضا، ونمر بالعناوين أولا. الحمد لله ما إجا رونالدو للعراق، مهدي الكرخي يصرح. أمريكيون أحب عراقية وتعلم اللهجة العراقية من أجلها.
شيوخ الكويت يرحبون بعراقي كردي ويمنحونه هدايا ثمينة. إبشارة في أحسن موقف اتخذه كريستيانو بحياته وعدم مجيئه للعراق. رئيس رابطة مشجعي المنتخبات العراقية مهدي الكرخي يخلق الجدل مجددا بتصريح وصف بالغريب الصادم المستفز. هذا الكلام لم يتقبله البعض خصوصا عشاق الدون رونالدو، فما الحكاية؟ منصات التواصل الاجتماعي تناقلت فيديو للمشجع مهدي الكرخي وهو يعلق على غياب النجم العالمي كريستيانو رونالدو ويحمد الله على قراره بعدم مجيئه إلى العراق واللعب على أرضه في المباراة التي ستجمع فريقه نادي النصر السعودي ونادي الشرطة العراقي بعد ساعات. وطبعا قال غياب رونالدو يصب في مصلحة العراق والعراقيين. كيف؟ لنسمع لوجهة نظر مهدي. نحمد الله ونشكره اللي ما أدى كريستيانو للعراق. راح تقولون ليش؟ لأن بغداد اليوم على موعد على رفع الحظر. الاتحاد الدولي دز 3 مراقبين وصلوا اليوم 3 مراقبين مو مراقب واحد، يعني كل لعبة دزوا المراقب، هالمرة دزوا 3 مراقبين. راح تقول لي 3 مراقبين، 3 مراقبين راح يقيمون الحظر عن بغداد. شو بنرفع الحظر عن بغداد؟ لو جاي كريستيانو هم توزيع البطايق، ناس تصيح ميسي، ناس تصيح كريستيانو، ناس تصيح ميسي وينه، ذاك يصيح كريستيانو وينه، يعني هؤلاء طابين للملعب اشتروا بالبطايق بالبداية لكان خربوا المباراة. لا حد يقول شو يخربون المباراة داخل الملعب، يصير تشجيع ميسي ميسي وجسح كريستيانو وتخرب المباراة وبعدين يتحاكم بيناتهم ويصير اعمال شغل. هاي كلها بعدها، هاي وحدة ثاني وحدة، كل هذا الجمهور اللي راح يطلب اللي 32 كله راح ينزل بالملعب على كريستيانو على مود ياخذ صورة. لا تلحق لها شرطة ولا يلحق لها جيش، لو تجيب القوات العراقية كلها بتوقف هذا الجمهور راح ينزل. قول نحمد الله ونشكره اللي وشكره لكريستيانو ما جيت. احسن قرار اتخذته بحياتك ما جيت، والله العظيم انت حبيبي تدري على ريال مدريد احبك ابو محمد، بس احسن خطوه لان احنا بغداد الحظر يفتح عن بغداد، بغداد مقبله على رفع الحظر الدولي. لو جاي كريستيانو كان خرب المهرجان، والحمد لله. والنوبي شو يسوون؟ النوبي يقطعون الطريق من فندق الرشيد للملعب، ومن الملعب والطريق العالم يصير جيد على السياره ويصير هرج ومرج. نحمد الله ونشكره يا عراقي. اللي يسبني خلي يسبني، انا اعرف راح يسبون التعليقات، بس ما انت كريستيانو ابو محمد والله شريف الدراجين. احنا جايين نرفع الحظر عن بغداد ولو اجى كريستيانو رونالدو تصير اعمال شغب والمباراة تخرب. هكذا برر مهدي الكرخي سبب تصريحه وفرحه، مؤكدا ان الاتحاد الدولي ارسل 3 مراقبين من اجل تقييم الوضع الدولي في ملعب المدينة وامكانية اقامة مباريات دولية ببغداد. المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي هو الاخر تحدث الى العراقيين، طلب من كل من اشترى تذكرة مباراة اليوم وصدم بعدم مجيء رونالدو بالذهاب إلى الملعب وعدم بيع التذكرة لأسباب كثيرة. أنا كلامي موجه للإخوان في العراق وفي بغداد على وجه التحديد. في عدة أمور وعدة نقاط لازم ناخذها بعين الاعتبار خلال مواجهات نادي الشرطة في منافسات دوري أبطال آسيا، لأنها مهمة جدا في مستقبل العراق في استضافة المباريات الدولية خلال الفترة القادمة في العاصمة بغداد. في هاجس موجود عند الناس اللي ما زارت العراق أو تفكر أنها تزورها لأول مرة، لأن في صورة مرسومة في أذهانهم نقلتها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية ترسخت من خلالها فكرة أن العراق غير آمن، وهذا أمر غير صحيح. هي رسالة يجب أن توجه للعالم كله وللاتحاد الآسيوي على وجه التحديد بأن هذا المكان مكان مناسب جدا لإقامة مباريات كرة القدم. بكرة الملعب ممتلئ، ملعب المدينة من الملاعب الجميلة جدا، تصميم ملعب رائع جدا، نقل تلفزيوني مميز، وبالتالي يجب أن يكون التنظيم على أعلى مستوى
في هذه المباراة، وأنتم كحضور جماهيري السبب الأساسي في إنجاح هذا الحدث. في ناس مختصين ولجنة حاضرة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومراقب مباراة راح يدونون ويكتبون ملاحظاتهم عن ما يحدث في هذا اللقاء وينقلونها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. لا تبيع تذكرتك، واحرص على الحضور، واحرص على إنجاح هذه المباراة، وخلك في موجود في الملعب، وابعث برسالة مفادها أن العراق يرحب بكل العالم. ولازم أن اليوم مثل ما جاء نادي النصر، بكرة راح يزوروكم أندية أخرى أيضا في منافسات دوري أبطال آسيا، وبعدها إن شاء الله الأمر يتحول على مستوى المنتخبات. أهل بغداد محتاجين أن المنتخب العراقي يتواجد في العاصمة ويلعب في العاصمة خلال الفترة الجاية من منافسات بطولة كأس العالم أو تصفيات كأس العالم، وبعدها من العاصمة يتحول للمحافظات الأخرى، وهي البداية بحول الله لعودة ممارسة كرة القدم بشكلها الطبيعي في كل محافظات العراق. أطلقت الحكومة العراقية مبادرة سفراء الشباب لاختيار الآلاف من المحافظات العراقية كممثلين أمام الحكومة والجهات المعنية، والعمل على تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادة ميدانيين تنمويين يعملون على خدمة الشباب والمجتمع وبث السلوكيات الإيجابية فيه. الشاب فهد زيباري وهو عراقي كردي من أربيل ذهب في زيارة إلى دولة الكويت ليتفاجأ بكرم الاستضافة وحسن الملقى عندما التقى بالوجهاء والشيوخ هناك. استقبله أمير قبيلة العوازم في دولة الكويت، استقبله أيضا رجل الأعمال الكويتي خليف بن طوق العتيبي، وفي ديوان المطاوع تم تقديم البشت العربي لفهد زيباري وألبسوه ذلك البشت في جو من الاحترام والتناغم والود. قبل ما نجي لهذه الديار كنا نسمع انه الكويتيين يضوجون من عندنا واحنا نضوج من عندهم، والله من دخلنا هذه الدار ما شفنا الا الحب والاخوه والابتسامه والفرحه على وجوههم ما توصف، وين ما نتمشى يشوفون بنا عراقيين يقول حياكم الله بداركم. هذه العادات والاشياء اللي لمستها في الكويت ما شفتها الا عند شعبنا العراقي ولا عند ديارنا وعند اهلنا ودواويننا. ترى هذا الشعب شعب طيب، بس اليوم السكر من يكون على حافة الاستكام ما تذوقه، عليك أن تخوض هذا الاستكام وتذوق طعم حلاوة هذا الشعب. نرحب في ديوان خليف العتيبي في الأخ العزيز دايرنا من العراق الحبيب من أربيل أبو حافظ، ونقول مرحبا ومسهلا في ديوان خليف بن طوق. والنعم حنا اليوم على هاللبس الطيب وعلى هالشهامة وتستاهل نبي نلبسك طعمك الخنجر. والله والنعم لبس لبس تعرفها. أيوه والله والنعم والله والله والنعم ما شاء الله ما شاء الله. عندنا بعد هذا الخنجر، عندنا بعد نفس هذا الخنجر في كردستان. وشاح هذا ما يسمى على كل شيء يكون عبيد. والله نتشرف نتشرف والله نتشرف والله نعم والله عمك عبيد كردستان. هذا بعد نعم والله نتشرف باسم الحضور باسم الفتنة. والنعم منكم تمثل كل والعرض الله يبقى قدك وعلى بنفسك ونمشى عز الله. استمر الشاب فهد زيباري بجولته في الكويت ليحصد المزيد من الحب والاحترام والتعبير عن عمل عمق العلاقات بين أبناء البلدين الشعب العراقي والكويتي. أيضا تكللت زيارته هذه باستقبال حار من قبل الشيخ فيصل الحمود الإصباح مستشار الديوان الأميري لدولة الكويت. شوفات كاكا شلونك؟ زين ان شاء الله حياك الله. شلون هذا بربيل؟ الحمد لله كل سلام عليك ما شاء الله. كل الاقليم كلها بخير سليمانيه الحمد لله. حياك الله عند اهلك واخوانك. الله يحفظك يا شيخ. احنا ترى نحب كل العراق ونحب كردستان بعد. الله يحفظك جناب الشيخ. اهلا في اقليم كردستان اربيل وسليمانيه ودهوك يسلمون عليك. والنعم وكل العراق يسلمون عليك اهلنا واخواننا. الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله نزوركم في اربيل وفي الاقليم ان شاء الله. احنا اول معازيب واول خدام. الله يحييك كل الكرد خدام اخوان اعزاء افاضل كل اليوم كل محبه واحترام وتقدير. ساعه المباركه يوم زياره. الله يحييك الله يحييك. والزباريه كلهم طيبين كلهم يسلمون عليك ما شاء الله. الله يحفظك يا ماما. كيف الحال؟ عساك بسكوك الذهبيه. الله يحفظك. اللي قائد الانسانيه اللي هي نقدمها لشبابنا احنا. الله يحفظك. تكريم اصدار البنك المركزي. نعم والله نتشرف. وهذه المسكوكه اللي تقدم الى الناس
الكبار المحترمين اللي شرواك. الله يخليك. وانت ما شاء الله عليك يعني محب للكويت، والكويت يثنون عليك شبابهم من الشباب، وحنا نحب الشباب بكل انواعه. الله يحفظك. وبجنسه، ولا كفرق بين الشباب الكويتي والعراقي والخليجي والاردني وكلها كلها ربعنا جماعه والعرب. في المقابل هذه الفيديوهات وهذا اللقاء المتبادل خلق جوا من التقارب والسلام والتعايش الإنساني، في حين كانت هناك أيضا تعليقات وردود أفعال كتبت على منصات التواصل. نبدأ من تعليق للدكتور هادي الخالدي. ماذا قال الدكتور هادي؟ يقول الدكتور هادي في تعليقه: أهلا وسهلا ومرحبا، ونورت منطقة أبو حليفة بدولة الكويت والديوان العامر للأخ المستشار بالديوان الأميري معالي الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح أبو مالك. تعليق آخر من ناصر يقول في تعليقه: بارك الله بك يا شيخ فيصل، أشهد بالله أنك إنسان متواضع وراقي ومحب للجميع، هذه أخلاق شيوخ وأهل الكويت، الاحترام والكرم والرقي والحشيمة. تعليق أيضا من ناصر يقول: والله يا شيخ فيصل رقي وأخلاق وطيبة وروح حلوة، عسى ربي يحفظك دائما، نظرتك المستقبلية والدبلوماسية المميزة عنوان يحتذى به. تعليق آخر أيضا من سفاني يقول: عراقي راقي من جنوب وشمال، رسالة واحدة: من يكرمنا نعزه ومن يقصينا نهزه، عندما تسبقني بأخلاقك تأكد سوف أكون سندا لك. تعليق أيضا آخر من فماطر تقول في تعليقها: ما قصرت أخوي فهد، بياض الله وجهك، رسالة جميلة منك، والله يجمع الأحبة دائما، والكل أخوة، والشعب الكويتي طيب وكريم، والشعب العراقي كذلك، الله يجمعنا على الحب والخير بكل الخليج. أيضا تعليق من صالح السيحان: بارك الله بيك على هذا الثناء، وهذا أقل من حقكم، والعين ما تعلى على الحاجب، حياكم الله في بلدكم الثاني. في جواز سفره اسمه بول، ولكن يسمي نفسه خالد، ويجيد اللغة العربية واللهجة العراقية الدارجة الشعبية. هذا هو بول أو خالد، يتحدث بالعراقي كأنه من بغداد، علما أنه لم يزر العراق أبدا، لم يأتي إلى بغداد أبدا، هو مواطن أمريكي. بول درس اللغة العربية وتعلم يحكي عراقي كلش زين، ولكن السر وراء ذلك امرأة عراقية مقيمة بأمريكا كسبت قلبه، أحبها منذ عام 2003، تزوجها، وفي بداية زواجهما كان خالد مثل الأطرش بالزفة كما قال، حتى طور نفسه تدريجيا، أصبح يتكلم العربية واللهجة العراقية بطلاقة. عمي والنعم من بنت الرافدين، أول شيء حازت على إعجابه وقلبه واحترامه وتقديره، ثاني شيء خلته يحكي عراقي. أنا شلون تعلمت عراقي مع أنه عمري ما رحت بلاد الرافدين؟ بسنة 2004 واحدة من زملائي في الدراسة كانت في بنية عراقية مقيمة في أمريكا، زين؟ إحنا الاثنين صرنا أصدقاء، وهمينا بدينا نشتغل بنفس المجال اللي هو تدريس العربية. في البداية أنا كنت مثل الأطرش بالزفة، كل شيء ما أفتهم إنه هي تحكي عراقي، وإحنا كنا نحكي مع بعض بالمصري. بس أنا من رحت أكمل الماجستير ماتي درست علم اللهجات، وهاي كانت أول مرة أشوف إنه اللهجات لها نحو وقواعد، وشلون هي مشتقة من اللغة العربية بالأساس، حتى لو بيها مفردات مأخوذة من اللغات الأخ. وأنا قلت خلاص أريد أتعلم عراقي. هذا كان تقريبا قبل زمن اليوتيوب، وكنت أني أجيب كتب وشرايط من المكتبة وأسمعها مرارا وتكرارا. هسه تتذكرون هاي البنية العراقية، ظلينا على تواصل، وبعدين أني طلبت إيدها، وإحنا صار لنا متزوجين 13 سنة. إحنا نحكي ويا جهالنا بس بالعراقي في البيت، لأنه فد شيء كلش مهم بالنسبة لنا إنه يحافظون على الهوية والثقافة مالتهم. المفاجأة الأكبر أن خالد أو بول ظهر في فيديو آخر مع أخته، وهما يستعرضان إمكانيتهما في الحديث بعدة لغات وبعدة لهجات عربية أو غير عربية. هذا ما صدم المتابعين الذين أعجبوا بقصة خالد وسيد العراقية وحديثه باللهجة العربية وحبه لزوجته العراقية. أنا وأختي دبلوماسيان أمريكيان. بقى لهم كم ده هاتشوك ديل بيديور مليحة بصح، أي واحد يقدر يشوف قاعلة زبسو تاع وادي الذئاب على ضربه ويتعلم تركيا سهلة مهلة. زبان حافظ دار كران شمالي خليج فارس شطور؟ لعلمك اسمه الخليج العربي، زين؟ وبعدين
هسه عندك كد لغتين، هذا مو فد شيء. أي واحد جزائري لو لبناني في الشارع يقدر يحكي مو أقل من ثلاث لغات. ما ستاي إمبروليando، parli sempre solo arabo. No solo arabo. بدي أحكي لك شغلة، الفرق بين العراقي والمغربي أكبر من الفرق بين الإسباني والإيطالي، ولا هو أعلم. Aber selbst wenn wir alle deine Dialekte als Sprache zählen, gewinne ich immer noch. يا أختي احسبيهم، أنا كده جبت خمسة وأنتي بس أربعة، يعني أنا كده ربحت عشان أنا الوحيد في عائلتنا اللي بيكلم أجمل وأصعب لغة في العالم، مش كده ولا إيه؟ على فكرة أنا نسيت أقول لك أنه آخر كم شهر أنا كمان بتعلم عربي. والله بجد؟ Et je devrais ajouter que je parle aussi français. Who cares? It's not a competition. مصيبة والعباس، هاي شلون كل اللغات هاي واللهجات اللي يحكوها؟ عمي والله عافي عليهم. طبعا اولا شكر لخالد او بول الذي تواصلت معه بشكل شخصي، لان هذه المقاطع انتشرت على منصات التواصل مع موسيقى مرافقة، وكما تعلمون الموسيقى كوبي رايت وحقوق، لكنه نشر لي او بعث لي هذه المقاطع، مقاطع الفيديو كلين بدون موسيقى حتى أتمكن من عرضها في البرنامج وعلى منصات قناة الفلوجة، فتحية له. أما ردود الأفعال والتعليقات التي كتبت سنذهب إليها الآن، ونبدأ من تعليق كتبه من خالدة محمد النعيمي. تقول خالدة في تعليقها، تعليق خالدة، لو سمحت ما هي قصة إسلامك؟ كيف اهتديت إلى هذا الدين العظيم؟ وفقك الله ورعاك. أيضا هناك تعليق ومداخلة أخرى، هذه المرة التعليق من قصي يقول: بتعرف أني مرة وأنا صغير قدمت على فيزا سياحية لأمريكا، وأنت قابلتني يومها وحكيت لي بتعذر منك وبعتذر منك، طلبك مرفوض. صراحة أنا ممتن أنك رفضتني، لأنها لو وقتها رحت راح تكون تجربة غير جيدة بهداك الوقت بدرجة الوعي عندي. تعليق من صعب الصعب: من يغير دينه إلى الإسلام، من وجهة نظري أنه كان شخص طيب ومحب للخير، فاختاره الله يكون مسلما. تحية لأخي خالد ومبروك على الإسلام، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. فلورا أيضا تعليق: ما شاء الله الأجنبي يعرف يستخدم فد، وأنا للحين ما أدري كيف يحطونها بالجمل. تعليق من نورة يقول: أطفالنا لازم يحافظون على اللهجة مالتهم العراقية، شلون الأطفال راجعين إلك لو إلها والله وجرت وراها بنت الرافدين. تعليق من سلام الحسن: مثل الأطرش بالزفة، بالنسبة إلي اللهجة العراقية من أصعب اللهجات، عندهم مصطلحات فريدة من نوعها. إذن من قصة خالد أو بول والذي يتحدث العراقية بشكل جيد جدا، وصلنا بكم إلى ختام مشوار برنامج متداول لهذا اليوم. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.